من على ال بي سي اي، مساء الخير اليكم. ابرز العناوين: من القصير الى البويضه الشرقيه، النظام السوري وحزب الله يستعدان لمعركه حمص وحلب، سبت حذر في طرابلس والجيش يواصل اجراءاته، وتركيا تحاول احتواء الازمه بالحديث عن استعداد لتعديل المشروع الذي اشعل الشراره. نشره اخبار الثامنه من ال بي سي اي مع ماريو عبود وجوزيان رحمي. مساء الخير. طريق جنيف لا تمر في القصير وحسب، بل يبدو أنها تمر في حمص وحلب أيضا، ولهذا بدأت التقارير تتحدث عن أن وجهة جيش النظام وحزب الله اللبناني هي حمص ثم حلب، في محاولة من النظام لامتلاك أكبر عدد ممكن من الأوراق قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الموعد المرتقب هو 25 من هذا الشهر، أي بعد 17 يوما، وفيه سيكون الاجتماع التمهيدي. فهل هذه الفترة كافية للنظام ولحزب الله لحسم المعركة في حمص وحلب؟ لبنانيا لا حكومة لمن تنادي، فالتكليف دخل شهره الثالث والتأليف متعثر، خصوصا بعد الحديث عن أن حزب الله رفع سقف شروطه بالتزامن مع نتائج معركة القصير. أما الترقب الثاني فهو لما سيؤول إليه قرار المجلس الدستوري في شأن الطعنين.